أجداد قصة عز وأمجاد طرزوها بعيناي. كلنا منقول ترابك مجبول بحب الناس وبدما ماتوا تزهورك تنما زرعوا بقلوب أولادهم هوا كل ما بيموت. في أرض الخضرة والنعمة عم نسمع أحلى نغمة نغني صداها بعيد بتبشر من جديد بالجيل اللي بده يبني بسواعد سمرة بتعمر وبتكبر بأهلها بتكبر برسم بخيوط المجد مستقبل أرض صباح الخير لكم مشاهدي الأخبارية السورية، حلقة صباحية جديدة عم نطلع عليكم من استديو الأخبارية السورية. صباح إن شاء الله يحمل لكم كل النشاط، يحمل لكم كل الفرح والأمل. يوم جديد رح نبتدي نحن وياكم بتفاصيل برنامجنا. ويسعد صباحك فرح. يسعد صباحك ميسان، صباح الخير. اليوم يمكن في طاقة كتير إيجابية عم بتكون، حابين الجو يلي نحن عم نبدأ فيه بالشتوية، وهذا الشعور الحلو انه نحن فعلا ببدايه فصل جديد. ان شاء الله بيحمل معه ايام كتير حلوه للكل والدفى والامان. وبدي اقول صباح الخير لكل مين عم بيتابعنا بهالنهار مميز، صباح الخير لجميع مشاهدي الاخباريه السوريه داخل سوريا او حتى بالخارج. كتير من المواضيع رح تكون معنا لليوم مع ضيوف جدا مميزين. فاصل صغير ونبدا بصباحنا. اليوم 28 تشرين الأول، عبر الزمن والسنين تسجلت كثير من الأحداث. قراءة سريعة على ذاكرة هاليوم، مثل اليوم من عام 1924 سعد زغلول يشكل أول وزارة شعبية في مصر. الاتحاد السوفيتي يعلن من خلال إذاعة موسكو أن الحكومة قررت فك الصواريخ النووية المنصوبة في كوبا وإعادتها إلى الأراضي السوفيتية. وبعام 2017 صحيفة واشنطن بوست تنشر عدة وثائق تكشف عن المركز القومي الأمريكي للأرشيف فيها أن الحكومة الأمريكية حاولت اغتيال الرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو عدة مرات. كما شهدت 28 تشرين الأول ولادة عدد من الشخصيات، فبعام 1914 ريتشارد سينغ عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء بعام 1952. كما غيب الموت ب 28 تشرين الأول عدد من الوجوه، فبعام 1704 جون لوك فيلسوف إنجليزي، وبعام 1973 الأديب المصري طه حسين الملقب بعميد الأدب العربي. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ 28 تشرين الأول. نهاركم سعيد. ميسان أكيد رح نشوف ضمن تقريرنا التالي أبرز الأخبار المنوعة، خلونا نتابع مع بعض. بداية أخبارنا المنوعة لليوم رح تكون من كتاب جينيس للأرقام القياسية، فقد سجلت مدينة إيوديا الهندية رقم قياسي بموسوعة جينيس من خلال إنارة مئات الآلاف من المصابيح الزيتية في إطار مهرجان سنوي، حيث عمل أكثر من 6000 متطوع معظم من طلاب الجامعات لضمان إشعال المصابيح بنمط منتظم للإطار الزمني المحدد. وإلى خبرنا التالي لليوم، فقد أفاد علماء بأن عمليات انتعاش نشيطة تجري في دماغ الإنسان أثناء النوم، حيث تتولى خلايا الميكروغاليا بصفتها خلايا مساعدة داخل جهاز الأعصاب المركزي تنفيذ عملية ترميم الدماغ، ويزيد عددها في دماغ الإنسان بمقدار 8
إلى 10 أضعاف عدد خلايا الأعصاب العادية. وبحسب العلماء فإن هذه الخلايا تساعد الإنسان في التغلب على عواقب الجلطة الدماغية، أما تعطلها فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفصام، التوحد والخرف، فضلاً عن أمراض الباركنسون والألزهايمر. وإلى خبرنا الأخير لليوم من عالم السوشيال ميديا وانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يبلغ 18 شهر وهو يمسك مسدس ويقلبه يمينا ويسارا، وفي بعض اللقطات بدا أن المخزن الرصاص في السلاح القاتل لم يكن مثبتا، فيما يحاول الطفل الرضيع تثبيته ظنا بعقله الصغير أنه مجرد دمية. فرح يعني، ومن جولتنا المنوعة رح نبدأ بأولى فقراتنا الصباحية لليوم ومن عالم الأعشاب وعودة إلى الطبيعة وخيراتها، ونتعرف على أهم ما بتقدمه الأرض من مواد طبيعية يلي بتساعد وبتقوي مناعة الجسم وخصيصا من السرطانات وسرطان الثدي، مع الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية العلمية للطب التكميلي. سعد صباحك دكتور. سعد صباحكم، يعطيكم العافية. صباح الخير دكتور عن جديد، أهلا وسهلا فيك. يعني دايما عم بتكون ضيفنا لحتى نحكي عن أهمية الأعشاب، اليوم قد ايه بتشوفها دكتور هي صارت يمكن ثقافة بأغلب المنازل والعائلات السورية؟ حقيقة نحن اليوم بالنسبة للأعشاب الطبية هي وسيلة مستخدمة منذ القدم، يعني نحن ما عم نحكي عن شيء جديد، ولكن الاستخدامات الشعبية اللي درجت في الكثير من المناطق في العالم، من ضمنها في سوريا في عنا طب شعبي أصيل موجود في كثير بالبيوتات. اليوم نحن في عنا استخدام لبعض الأعشاب بشكل فطري يعني طبيعي، نحن بيصير في عنا مشكلة هضمية متوجه للنعنع، بيصير في عنا مشكلة بالصدر متوجه كمان لبعض أنواع الزعتر، والتي منها فعلا استمد العالم صيغ اليوم صارت دارجة ومستخدمة كأدوية لمعالجة هذه الأمراض. فيما يتعلق بموضوع الحقيقة استخدام هذه الأعشاب في دعم المناعة خلينا نقول وأهميتها، فعلا نحن اليوم بحاجة ماسة لناخد شيء يساعد المناعة في الجسم طبيعيا على أن تكون كفوءة ويكون رد فعل الجسم المناعي يتناسب مع الإصابات الكثيرة اللي بدأت تنتشر نعم. بمجتمعنا. يعني دكتور دائما بيقول الوقاية خير من قنطار علاج، وهون دور الوقاية لنقدر نحسن مناعتنا بأنه يمكن يكون نظامنا الغذائي صحي، وحتى نظام الأعشاب يلي نحن ممكن بناخده يكون صحي ويساعد بتقوية مناعتنا، خصيصا عم نحكي نحن اليوم بشهر أكتوبر أسا ما خلص الشهر في الحملات العالمية وحملة الوطنية أيضا لتوعية بسرطان الثدي، فخلينا نروح شوي لهذا الشق لنتعرف على أهم الأعشاب يلي بتساعد على تحسين مناعتنا من الإصابة من السرطانات بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص. تمام، أول شيء سؤال مهم جدا، يعني حقيقة اليوم نحن عم نسمع بشكل يعني متزايد انتشار لعدد كبير من الإصابات السرطانية، وخلينا نحن نفهم بالأساس أنه هو السرطان هو عبارة عن خلل ما عم يخلي الخلايا تنمو بشكل غير مضبوط غير مفسر في بعض الأحيان. طبعا عم ينتشر أنواع جديدة من السرطانات يمكن ما كانت موجودة كتير أو ما كان يعني مسلط عليها الضوء كتير. ما يتعلق اليوم بسرطان الثدي، فعلا نحن اليوم الثقافة اللي عم تنشرها يعني كل خلينا نقول الحملات الوطنية لضرورة الكشف المبكر مهمة جدا، لأنه نحن اليوم لما بيكون في عنا كشف مبكر بنقدر نتعامل مع هذا الموضوع بطريقة أسلس وأسهل في المعالجة. ما يتعلق في أنه نحن كيف فينا من الأساس نحسن جسمنا ضد هاي خلينا نقول المركبات اللي او هذه النوعيه من النمو غير السليم، فهي عاده بمضادات الاكسده، وحقيقه نحن صار بالعالم توجه كبير جدا لاستخدام مضادات الاكسده والمركبات الطبيعية اللي ممكن تآزر بهذا الموضوع. طبعا تشمل أنواع كثيرة من ضمنها اللي نحن بين إيدينا هو خلينا نحكي عن الزيوت الدسمة غير المشبعة
اللي هي المصدر الأساسي لمركبات أوميغا، سواء كانت من مصادر خلينا نقول سمك مصادر بحرية، أو من مصادر مثل زيت السمك، أو من مصادر نباتية مثل زيت الكتان وهو على رأس القائمة مع مجموعة أخرى من الزيوت مثل زيت الكتان. هي المركبة زيت الكتان وزيت الزيتون وغيره من الزيوت اللي فعلا عم تملك يعني فعالية مضادة للأكسدة مهمة، وبنفس الوقت كاسحة لما نسميه الجذور الحرة اللي هي المركبات السامة الخطرة العدوة لجسم الإنسان، والتي تتشكل نتيجة تطور يعني وسائلنا الحضارية. عم تشكل نحن عنا هذا العدو الخفي اللي هو عم ينتج عن مثلا استخدام بعض الأنواع في تحضير الأطعمة بشكل سريع، مثلا مثل الميكروويف، مثل استخدام زيوت القلي بدرجات حرارة مرتفعة جدا. عم تعمل انشطارات، هالانشطارات عم تشكل لي مركبات سامة. هالمركبات السامة حقيقة عم يكون في لها دور سلبي، وهي أساس الإصابة بالعديد من مشاكل وأمراض السرطان. لذلك نحن لازم نكافحها. مكافحتها بتكون عادة أنه نحن نستخدم حصة يومية من هذه المركبات الزيتية المضادة للأكسدة. يعني لازم يكون في عندنا نحن استخدام يومي لزيت زيتون أو زيت كتان أو زيت سمك، يعني هي أهم زيوت، في زيوت أخرى بتكون كثيرة نية طبعاً. ممكن نأخذها نحن مثل ما هي بشكل، طبعاً ما تكون مطبوخة، ما تكون لازم مطبوخة أكيد. يعني نحن فكرة رفع درجات الحرارة عم نخسر الروابط غير المشبع اللي موجودة، والحقيقة اليوم نحن بحاجة ماسة لاستخدام سواء هذه المركبات من أصلها، يعني موجودة عندنا نحن بسوريا بنستخدم مثلا زيت الزيتون بكميات كبيرة، أو نستخدمها كمتممات ومكملات غذائية اللي هي مركبات مصنعة وموجودة بالصيدلية بشكل حموض أوميغا اللي هي حموض مهمة جدا في هذا الاتجاه. إذا هذا البند الأول اللي لازم نحن نتوجه، لازم يكون في عنا حصة يومية من زيت الكتان، زيت السمك، زيت الزيتون بشكل مضاد أكسدة وكاسح للجذور الحرة. الدعم الآخر هو مركبات عديدات الفينول. حقيقة عديدات الفينول نحن كلياتنا بنسمع عن الشاي الأخضر وأهمية الشاي الأخضر بأنه هو بكافح الجذور الحرة، وله دور مهم جدا بأنه هو يعني يمنع الأكسدة والتخرب. خلينا بس نعرف شغلة، أنه الأكسدة هي تفاعل تخرب نحن بنشوفه بشكل يومي. يعني نحن إذا بنترك تفاحة معرضة للهواء بتتأكسد، بتغير لونها، بتغير شكلها مع تعرضها للهواء. إذا نفسها نحن شلناها وحطيناها ببيئة أو بوسط من عصير البرتقال بسلطة الفواكه مثلا، بتبقى محافظة على نفسها لفترات أطول. هذا نفسه اللي بيصير عنا بالبشرة. البشرة غير المحمية أو الجسم غير المحمي بيكون عرضة للأكسدة والتفاعلات التخريب، سواء من الأكسجين الموجود بالوسط أو من وسائط أخرى، أو حتى من الجذور الحرة السامة اللي حكينا عنها، اللي هي مركبات تنتج عن انشطارات غير سليمة للروابط الكيميائية الموجودة في الطبيعة. وبالتالي نحن اليوم رح نكون عرضة للإصابة بهي المركبات ما لم نأخذ مادة تقينة. يعني قولا واحدا، اليوم نشوف ست عمرها 50 سنة بس بشرتها عمرها 25، ومنشوف أخرى عمرها 25 بشرتها عمرها 50. السبب في ذلك هو ترك هذه البشرة عرضة لهذه التفاعلات الكيميائية الضارة التي يعني تحتاج فعلا إلى وقاية، تحتاج إلى من يقوم بالدفاع عن هذا الخلية، سواء كانت بشروية أو كانت خلية وظيفية. فإذا مركبات البوليفينول أو عديدات الفينول موجودة في الشاي الأخضر بتراكيز كبيرة، يمكن الاستفادة منها إذا كان فعلا في عنا كمان حصة يومية من الشاي الأخضر. شاي أخضر يكون الشاي الأخضر اللي بنحضره نحن بالبيت، سواء بنأخذه نحن بشكل منقوع أو بنأخذه بشكل كبسولات، كمان موجود بشكل كبسولات يعني ضمن المستحضرات الصيدلانية المتوفرة. الهدف منه مضاد أكسدة. يعني نحن اليوم عم نحكي عن جرعات مبالغة بكميات تماما، بيكون في مبالغة لأنه كمية كبيرة ممكن توردنا كمية كبيرة من الكافيين. نحن اليوم بدنا البوليفينول بس ما بدنا ناخذ كافيين كثير. لذلك يفضل انه ما يتجاوز الموضوع 3 كبايات يوميا، وممكن ناخذه من مصادر كمان متعدده البوليفينول. تمام. وين في مركبات غير الشاي الاخضر؟ يعني اعطيكم مثال، نحن اليوم عندنا اكليل الجبل يحتوي على مركبات مضاده للاكسده، ممكن نستخدمها بالزهورات. هي ما فيها كافيين، وكل الجبل نبات سوري منتشر بسوريا بشكل كبير. حتى بالطبخ آخر فترة يعني فرح وله نكهة طيبة. هي المركبات مركبات منتشرة ومضادة للأكسدة وآمنة، وممكن استخدامها يعني كدعم نحن خلينا نقول مع الزهورات، مع المتة اللي بيشرب متة
فنحن بنكون عم ناخذ مركبات عديده الفينول. انا حاول احكي عن شيء متوفر بين ايدينا ما يكون مكلف، وبالتالي هيك نحن بنكون حصلنا البوليفينول. القسم الثالث هو عديد سكر. اذا نحن حكينا القسم الاول هو الحموض الدسمه غير المشبعه، القسم الثاني هو مركبات عديدات الفينول، القسم الثالث هو عديدات السكر. عديدات السكر في عندنا في النبات مركب اسمه البيتا جلوكان او مركبات الجلوكان، هي مركبات سكر وحيد ولكن متعدد، يعني نحن عندنا عده ارتباطات لهذا السكر فبسموه عديد سكر. عديد السكر بيكون فعلا مركب مهم جدا، وحسب الدراسات الحديثه انه عديدات السكر الجلوكان تساعد في تنشيط رد الفعل المناعي، بمعنى انه هي تعدل المناعه ليصير في عندنا مناعه كفؤه. تمت الدراسه الحقيقه على مثلا نبات الشوفان. نبات الشوفان يحتوي على بيتا جلوكان بكميات كبيره. اليوم استخدام الشوفان طبيعيا نحن اذا اخذنا منه حصه غذائيه يوميه فنحصل على مضاد اكسده ونحصل على معدل مناعي يعدل رد فعلنا المناعي بما يتناسب مع انه نحن فعلا ما نوقع بمشاكل الجريب والرشح بشكل دائم، لانه نحن في عندنا ناس مع بدايه الفصل الشتويه ببلش يظهر عندهم انتانات فيروسيه وايضا جرثوميه متعدده، يعني بصير كل يومين ثلاثه بيطلع من مرض بيرجع بيفوت بمرض، مناعه ضعيفه ما عم تقدر ترد بشكل كفو، لازم ندعمها. تدعم هذه المواضيع ضمن اطار الشكل النباتي مثلا بعديدات السكر اللي عندنا مثل الشوفان، فاذا صار في عندنا حصه يوميه من الزيوت، حصه يوميه من الشاي الاخضر او الاكليل الجبل، وحصه يوميه من مركبات الشوفان. في غير بالشوفان هي المركبات موجوده؟ في موجود ببعض الفطور، في فطر اسمه اجريكوس بلازي موجود ببعض المركبات النباتيه الاخرى، طبعا الشوفان هو اكثرهم يعني نحن ممكن نحن نستخدمهم. في بالصيدليه من مصدر من فطر اسمه اجريكوس بلازي لشركات دوائيه سوريه مركب اسمه بيتا جلوكان. طبعا نحن اليوم هاي المركبات نستخدمها من باب الدعم، يعني احنا هون استاذنا عم نحكي على تحسين الوقايه المناعة من الاصابه. نعم. اضافه الى الفيتامينات المعهوده اللي نحن بنعرفها، مثلا فيتامين سي له دور ايضا مضاد للاكسده، وذكرنا المثال على ذلك هو التفاحه اللي قدرنا حافظنا عليها بوجود فيتامين سي، فنحن ممكن ناخذها من مصادر متعدده. اليوم عندنا الشطه او انواع الفليفله تحتوي على كميات جيده من فيتامين سي، الملفوف كمان مصدر مهم لفيتامين سي، ونحن اليوم بلد منتج ل خلينا نقول الانواع الليمون والبرتقال بلش الموسم يعني بلش موسمه، فكمان الاهتمام بهذه المركبات مهم جدا لاعطاء الكميه الكافيه من الجسم. القسم خلينا نقول الرابع والمهم هو الزيوت العطريه. الزيوت العطريه كمان لها دور في مكافحة الجذور الحرة، إلى دور في تخفيف حالات الانتانات، وإلى دور أيضا في دعم المناعة طبيعيا. مين عنا فيه نباتات تحتوي على زيوت عطرية؟ في عنا كتير، الزعتر البري، في عنا أنواع المليسة. نحن عم نحكي عن مثلا النارج وبعض أنواعه أيضا استخدامه مهم جدا. هي كلياتها مركبات موجودة فينا نستخدمها بالشتوية بشكل جيد، ويعني الحصول على هذه المركبات من الزيوت العطرية هون يفضل اثناء عمليه التحضير انه ما نرفع درجات الحراره بالتحضير، نحضر دائما كبايه المي ساخنه، نسقط الاعشاب، نغطيها 10 دقائق بعدين نشربها، فاذا هون بنكون اخذنا كل انواع الاعشاب هيك لازم تتحضر او بتختلف؟ لا، بس اللي فيها زيوت عطريه تماما. دائما الاقسام اللي فيها هوائيه اللي هي ازهار الاوراق بابونج الزهريه العليا هي تحتوي على زيوت عطريه بنحضرها من خلال نقع. اما اذا عم ناخذ اجزاء من النبات مغموره مثل الجذور القشور، فنحن مثلا مثل الزنجبيل مهم، بس انا اثناء عمليه التحضير لازم اغليه لمده معينه لحتى احصل على المكونات الموجوده فيه. اليانسون؟ لا، اليانسون كمان فيه زيوت. هو البذور، لانه نحن بنستخدم بذور وثمار اليانسون، فهي فيها زيوت لازم نحن نتحضر بطريقه النقع. اما المركبات مثل العرق السوس، تفقد شيء من خصائصها دكتور في حاله الغلي للزيوت العطريه؟ ممكن تفقد شيء من خصائصها؟ طبعا نحن بنفقدها للزيوت العطريه، بتتبخر، لانه هي مركبات سريعه التطاير بدرجات الحراره العاديه، فما بالك لما بنرفع الحراره. صحيح. عرق السوس كمان من المركبات المهمه، لولا بعض المشاكل مع بعض الاشخاص اللي عندهم ارتفاع ضغط، بس فعلا هو نبات مهم جدا يحتوي على مركبات. هذا القسم الخامس من المركبات اللي هي مركبات الجليكوزيدات الصابونينيه. هالمركبات مثل مركب الجليسيريزين مركب مثل السحر حقيقه، يعني اليوم كثير من الدراسات على مركب الجليسيريزين الموجود ضمن عرق السوس، سواء بفعاليته داخليا بانه هو يدعم
علاج بعض الآفات والمشاكل سواء الفيروسية أو الجرثومية، والحقيقة بأمريكا عم يشتغلوا عليه كداعم في علاج الإيدز وعطى نتائج مهمة كتير، بالإضافة إلى دوره في تطبيق الموضعي. يعني نحن اليوم إذا عندنا في حالات إنتانية أو مشاكل جلدية طبق عرق السوس موضعيا رح تشوف نتائج مهمة كتير، وخاصة إذا كانت معندة على العلاج في كتير حالات عم تعطي فعلا نتائج مهمة جدا. فإذا نحن بالنتيجة عم نحكي عن سلوك، عم نحكي عن استخدام بعض المركبات التي تدعم مناعتنا لحتى فعلا تكون مناعة قادرة على مواجهة التحديات اللي عم تصير من خلال سواء المركبات أو تعرض لأنواع جراثيم وفيروسات وغيره من المركبات. أكيد. رد الفعل المناعي مهم جدا لمواجهة هذه الأخطار لما تتحول فيما بعد لحالة مثل ما قلنا نحن هي إصابات سواء سرطانية أو غيره. كمان دكتور مسألة عادة أنه نحن ندخل الأعشاب بحياتنا اليومية، يعني قدي حلو أنه بفصل الشتاء دائما في مشروبات ساخنة عم بتكون هي عم بتصير جزء من العادات خاصة بهذا الفصل. اليوم شو بتنصحنا بما أنه نحن هيك دخلنا بالبرد، بلشنا بالبرد، شو هي الأعشاب اللي بتنصحنا أنه نتناخدها يمكن بشكل دوري أو يومي لحتى نحافظ على جسمنا من أمراض الرشح القريب كل شيء امراض ممكن تظهر فيه؟ تمام. هلا اول ما يتعلق باللي حضرتك ذكرتي انه نحن اليوم ثقافه شعب، اليوم بالهند ثقافه شعب عندهم هو استخدام الاعشاب. فهن بيستخدموا الاعشاب لحتى فعلا يوصل لمرحله انه هو غير قادر على المعالجه بتحول للطب الكيميائي. هاي ثقافه موجوده منتشره بالشعب، في كثير من الشعوب اخذت هاي الثقافه مثل بالصين، حتى هن صار في عندهم اليوم للاستخدامات يعني شائعه والكل بيعرف شو بده يستخدم. فلذلك نحن اليوم لازم نحن كونه نحن دوله شرق اوسطيه، النباتات اللي عندنا نباتات عندنا خيرات مهمة يعني جداً. طبعا خيرات مهمه جدا. نحن اليوم بدي اختم بس موضوع الشهر اللي نحن عم نحكي عنه بنبات مهم جدا ولازم نتوجه له كدعم للوقايه من الاصابه بسرطان الثدي، هو زيت بذر العنب. زيت بذر العنب يعتبر من أهم الزيوت، إذا نحن فعلا تم يعني أو في قصة عائلية أو في شيء فاستخدامه سواء دعم شرب أو بشكل كبسولات مهم جدا لدعم هذه الحالة، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة مهمة جدا. أما ما يتعلق بهالفترة من السنة نحن اليوم عندنا المليسة، الزوفة مهمين جدا، كلهم طيبين نحن وممكن استخدامهم، الحقيقه يحتوي على زيوت عطريه مهمين للطرق التنفسيه. انواع الزعتر سواء زعتر الشنغليش او الزعتر البري المنتشره بريا وموجوده نحن عندنا خيرات بلادنا بشكل مفيد، كمان استخدامها مهم للطرق التنفسيه، واهم شربات سعال في العالم اليوم تعتمد الزعتر. على هذه المركبات بشكل اساسي مهدئات يعني سعال 100%، فهي بتساعد على اولا اذا في عندي مشكله انتانيه جرثوميه او فيروسيه فهي بتساعد في علاجها بدون ما ناخذ صاد حيوي، بتساعدني ايضا بموضوع يعني التقشيع اذا في عندنا حاله بحاجه للتخلص من البلغم المتراكم، فاذا مفيده جدا وممكن استخدامها من باب الدعم. مشتقات الليمون والنانرج حتى تكون موجوده، ليمون بقشره اللي هو اللومي او بعض المركبات قشر الليمون البعض بحفظهم بطريقه ممكن يستخدمها بتحضير الزهورات، الختميه، الخبازه، هي النباتات ممكن تكون داعمة لأن نحن دائما عنا بتحضير الشاي في عنا ثلاث مكونات أساسية، المكون الرئيسي هو المكون البيز الرئيسي اللي هو له الفعالية، في عنا مكون بنسميه نحن سبورتيف أو الأجوفنت هو داعم لحتى يعطيني تأثير، مثلا نحن المكون الرئيسي أخذنا شيء للسعال، المكون الداعم أخذنا شيء فيه فيتامين سي مشان يكون في عنا يخفف من مثلا حالات الأكسدة والإصابات الفيروسية المرافقة، في عنا المكون الثالث اللي هو الكوركتيف أو هو اللي بيحسن الطعم، فممكن نضيف كركديه، ممكن نضيف شيء من الأعشاب اللي أنا بحبها حطها مع الشاي الأخضر، مليسة، الهدف أنه أنا أحصل على توليفة من الأعشاب طعمها مقبول والفائدة اللي عم تعطينا إياها مهمة، ساعتها فعلا نحصل على ما يعني نحتاجه. ويفضل يوميا نحن صباحا يكون في عنا استخدام لهي يعني الأعشاب بهدف أنه نحن اليوم نفوت يومنا ونحن محميين قدر المستطاع من الإصابات الفيروسية والجرثومية وإصابات طرق تنفسية. يعني من مواد موجودة حوالينا وبنقدر نلاقيها بكل مكان، أكيد إذا منزل على البذورية بنقدر نلاقي كل هاي الأعشاب. تمام. خيرات بلادنا كثيرة ولازم نستثمرها لحتى يمكن نعيش
نعيش حياة صحية، نقي نفسنا من كثير من الأمراض يلي هي ممكن تكون خطيرة بسبب عاداتنا اليومية السيئة يلي نحن عم نعيشها. شكرا كثير لك دكتور وللمعلومات يلي قدمت لنا إياها. يعطيك العافية. شكرا لك دكتور. ميسان أكيد صار له وقت لحتى نروح بجولة على أبرز الأخبار الثقافية، والبداية أكيد من دمشق بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس اتحاد الكتاب العرب، أقيم الأسبوع الثقافي الأول بعنوان من الأصيل إلى الشروق، للريشة صدى، للحرف لون، للفكر سماء، لأجل الأسمى الوطن. تفاصيل أوفى مع زميلتنا هالة السعدي. بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب ندوة بعنوان على سكتي الغاية، الثقافة والإعلام، بين ضجيج السؤال وصمت الجواب. ندوة بمشاركة باحثين من سوريا ومن لبنان وصحفيين، تجمع الجانب النظري الذي يقدمه الباحثون في مجال العلاقة العضوية بين الثقافة والإعلام. هناك علاقة مترابطة جدا، فالثقافة بدون إعلام لا تستطيع أن تصل إلى الجمهور. الأصل في موضوع المحاضرة أنه يقارب بين أطروحتين أساسيتين، الأولى هي الثقافة والثانية هي الإعلام. الثقافة كما سأطرحها هي جملة المنجزات اللامادية في مجتمع معين، بينما الإعلام من الناحية أو الوجهة الإجرائية في تعريفه عندي هو جملة الآليات والوسائط والأدوات المستخدمة في توصيل رسائل خاصة من مرسل إلى متلق. وفي هذه الحالة المرسل بالمعنى الدقيق غالبا ما يكون شخصيا أو فرديا أو حرا أو حكومة، والمتلقي بصورة عامة قد يكون الشعب كله وقد يكون بعض فئاته أو بعض أفراده في أحيان كثيرة. لا توجد ثقافة بلا إعلام ولا إعلام بلا ثقافة، كلاهما جناح لجناحان الجسد واحد هو الفكر، يجب أن يحلق بهما معا. تم على هامش الندوة تكريم قناة الإخبارية السورية وعدد من الأقسام الثقافية في الإعلام. خبرنا التالي فرح من محافظة اللاذقية، حيث شهد المتحف الوطني ملتقى زكريا شريقي للفن التشكيلي بمشاركة مجموعة واسعة من الفنانين التشكيليين الذين أرادوا من خلال أعماله تكريم الفنان زكريا شريقي. الملتقى جاء تكريما للقامات الثقافية في المجالات المختلفة وتعريف الأجيال الشابة بها وهي لا تزال مستمرة بالعطاء، وذلك وفق ما صرح به مدير الثقافة مجد صارم الذي أوضح بأن هذا الملتقى سيكون تقليدا سنويا يحمل في كل دورة اسم فنان تشكيلي من محافظة اللاذقية له بصمته وأثره في الفن التشكيلي في سوريا واللاذقية بشكل خاص. وشكل الملتقى بالنسبة لأغلب الفنانين المشاركين فرصة للتعارف ومساحة جميلة للنقاش والحوار في فضاءات الفن التشكيلي، ونافذة على كيفية ومراحل إنجاز العمل الفني لطلاب مراكز الفنون التطبيقية والتشكيلية. وضمن فعاليات مهرجان برج وبحر الذي يقيمه كورال حنين وكورال حلم بالتعاون مع مديرية ثقافة طرطوس احتفاء بالفنان زياد الرحباني، أقامت الأوركسترا الوطنية السيمفونية السورية حفلا موسيقيا في ساحة المتحف الوطني بمدينة طرطوس. تفاصيل أوفى مع زميلنا محمد حسن. ضمن فعاليات مهرجان برج وبحر الذي يقيمه كورال حنين وكورال حلم بالتعاون مع مديرية ثقافة طرطوس احتفاء بالفنان زياد الرحباني، أقامت الأوركسترا الوطنية السيمفونية السورية حفلا موسيقيا في ساحة المتحف الوطني بمدينة طرطوس وسط حضور كبير من الفعاليات الأهلية والثقافية، حيث أدت الأوركسترا مجموعة من أعمال الفنان زياد الرحباني بقيادة المايسترو ميساك باك بودريان احتفاء بأعماله الفنية الكبيرة
والتي كان لها الأثر الكبير على السوريين. هذا المهرجان مهرجان برج وبحر الذي نقيمه كمديرية الثقافة بالتعاون مع كورال حلم وحنين صافيطة يقام في مدينة صافيطة وفي مدينة طرطوس. حفل هذا اليوم هو للفرقة الوطنية السيمفونية بقيادة الفنان ميساك بقدوريان. هو عبارة عن مجموعة أعمال موزعة للفنان الكبير زياد الرحباني. هدفنا أنه نكون موجودين بكل محافظة بكل مدينة. نحن بالأخير فرقة الوطنية لنقدم موسيقى لكل المواطنين السوريين بمختلف المناطق. فنحن سعيدين أنه موجودين اليوم هون. ويعني متحف طرطوس مكان جميل جدا له قيمة أثرية قيمة إنسانية كمان. فوجودنا هون مع موسيقى زياد رحباني عم تشكل لوحة متكاملة مع بعض البعض. طرطوس واحدة من المحافظات السورية اللي منعتز فيها. وطرطوس احنا شو منقدم لها قليل لأنه إلى معزة كتير خاصة عنا. جمهور طرطوس جمهور زواق وجمهور مثقف كتير بيحب كمان أعمال زياد الرحباني. نحن هالمرة عم نقدم الأعمال زياد كموسيقى أوركسترا بدون غناء. موسيقى راقية بزمن احنا ما نفتقر فيه شوي للموسيقى هيك اللطيفة والحلوة بزمن هبوط فني إذا بدك. فنحن كتير بيشرفنا نستقبل فرقة سيمفونية ونعرف العالم أكثر على الفرقة السيمفونية. كتير فرحتنا كبيرة نحن أهل طرطوس بهاليوم الحلو بهالمهرجان الحلو بهالكرنفال الحلو برج وبحر تو للدورة الثانية لأول مرة فرقة السيمفونية الوطنية السورية بطرطوس. يذكر أن المهرجان يستمر لمدة 4 أيام ويقدم مجموعة من الأمسيات الغنائية بمشاركة مجموعة من الفنانين السوريين في مدينتي صافيطة وطرطوس الذين يقدمون أعمالا فنية بطريقة مميزة للجمهور. خبرنا التالي فرح من القاهرة حيث تستمر التحضيرات لانطلاق مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41 الذي سيكرم فيها المخرج المصري شريف عرفة من مجمل أعماله. وأصدر المهرجان في بيان له أن المخرج عرفة سيستلم جائزة فاتن حمامة التقديرية في افتتاح المهرجان الذي يصادف 20 من شهر تشرين الثاني المقبل. يذكر أن المخرج شريف عرفة تخرج من المعهد العالي للسينما وقدم العشرات من الأفلام للسينما المصرية أهمها طيور الظلام، مافيا، الإرهاب والكباب وغيرها الكثير من العناوين الهامة في ذاكرة السينما المصرية. خبرنا الأخير ميسان من الأفلام التي تصدرت شباك التذاكر عالميا حيث وصل فيلم الفانتاسيا والمغامرة مايلفيسنت ميسترز أوف إيفل للنجمة أنجلينا جولي الذي حصد الإيرادات شباك التذاكر العالمية عقب طرحه الجمعة الماضي في صالات السينما حيث بلغ إجمالي الإيرادات عالميا 163 مليون دولار وبرومو خاص للفيلم. نختم في أخبارنا لليوم من دافوس. 5 years ago, I thought I lost you forever. There is no curse that could ever tear me away from you. Will you marry me? Yes. Mistress, I have a little bit of news. Don't ruin my morning. Asked me to marry him. No. I wasn't really asking. Nor was I. Love doesn't always end well, Beastie. Trust me. Let us prove you wrong. You have done an admirable job going against your own nature to raise this child. But now she will finally get the love of a real mother. Tonight, I consider Aurora my own. What have you done? We go home now. Aurora! Maleficent is a threat to everyone. We'll do our best to protect you. Well, well. One can
can never be too careful. You do not know me. Tell me what happened. There was another creature. You've spent years caring for a human. أخبار عديدة شفناها بجولتنا الثقافية. فرح رح نروح لفاصل صغير ونرجع نكمل محطاتنا. أما ميسان أكيد رح نروح لمحافظة حما، فهو من يجعل الحديد طوع يديه في صنع أعمال فنية متنوعة من الحياة اليومية ومن مواضيع تمس الإنسان في معاناته وفرحه، تخص بطولات الجيش والشهادات التي قدمها من الحديد والمواقف وإعادة تدويرها ليجمع بين الجانبين الجمالي والوظيفي. أعمال فنية متميزة بالحديد بالتقرير التالي. الحديد هو شرايين مشي فينا نقول بجسدي، فهمت علي؟ اشتغلته من ساعة بلشت أنا وصغير وصرت اشتغل فيه بالحديد كمصلحة، بعدين صرنا مدرسين صرنا نعلم الطلاب هالشي هذا. النحت بالحديد بشكل عام هو من أقدم العصور اللي صارت عندنا بالإنسانية. قديم الزمان كانوا يشتغلوا هن بالنحاس والقطع فينا نقول البرونزية، حاولنا نجدده، حاول جدده بهالقطع الموجودة هلق هون بتوالف البيئة حصرا مثل المسننات والبواجد السيارات وأي قطعة بالسوق هي مكبوبة، يعني ما نعايزينها بالمرة. الحديد هو جمال البيئة إذا صنعناه، هو جميل جدا جدا جدا. فينا نقول المعدن مثل ما أنا شايفين نحن هون هو بوري بنطعجه بنجي بنشتغل فيه بطريقة حرفية لنطلع هيك الإنسان. بدنا نوصل رسالة إنسانية للعالم كلياته، توالف البيئة، توالف البيئة من بلاستيك، من خشب، من معدن، وخاصة المعدن، يعني هذا اللي بيأثر على الأرض، إنه نشتغل فيها بطريقة فنية، يعني أنا بجيب أي قطعة بالأرض بحس فيها فن، يعني أنا بكون ماشي مثلاً بلاقي خردة، بلاقي شكل بجسد حمامي بيجي بشكله، بلاقي مثلاً مسنن بشكل طير بعمله، لا يوجد أي عائق بأي شيء نحن فينا نشتغل. أهم شيء إنه الأرض هي اللي عم تأكل هالمواد هي وعم تنتزع، إنه نحن نحاول نعالجها بتوالف البيئة. أنا هذا الموضوع اللي حبيت أوصله بشغلتي وبرسالتي لهالموضوع هذا.
ميسان فقرتنا التالية جدا مهمة بتخص كثير من السيدات، وخلينا نقول بما انه عم نحكي عن الشهر الوردي وبعدنا بالشهر الوردي عم نحكي عن التوعية بسرطان الثدي، اللي عم تستمر حملات التوعية عن هذا المرض يلي بيشكل هاجس وخوف عند الكثير من النساء، ولكن مع الكشف المبكر عم تتبدد هي المخاوف، واكيد رح نحكي اكثر عن طرق العلاج والوقاية. يعني افكار كثيرة دائما بنحملها عن مرض السرطان وخصيصا سرطان الثدي، يعني العديد من النساء ما بيحب يعملوا كشف، دائما تفكيرهم بيحاولوا ابعاده. اليوم رح نحكي عن التوعية بوجود هذا المرض وآلية الوقاية النفسية والعلاج النفسي منه مع خبيرة الوعي الأنثوي مريم العيسى. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك مريم. اهلا وسهلا فيك حبيبتي. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح النور حبيبتي، اهلا وسهلا. يعني اليوم عم نحكي نحن عن الشهر الوردي وقد ايه مهم فعلا نحن يكون عندنا هي القوة والإرادة لحتى بالبداية نعمل كشف ونطمن على حالنا باختلاف الأعمار. خلينا بداية نعرف شو هي الوقاية النفسية من سرطان الثدي. خلينا نرجع شوي خطوة لورا قبل الكشف، يعني قبل الجرأة على أنه أنا أعمل كشف. في أشياء اللي أنا حابة وصلها أنه هي نحن ما نوصل لي أصلاً لموضوع الكشف مبدئياً. القصة مو فكرة، القصة شعور، تمام؟ يعني كيف كلياتنا بنعرف احيانا بصير معنا حاله انه بصير اي صدمه او خوف بتقولي وقع قلبي، بتشعري فيه بجسدك، بتحسي انه بتقولي وقع قلبي. يعني انا كثير تعبت لمرحله انه انا او انصدمت حسيت بقلبي وقع فعلا، هو شعور انت بتحسيه بتشعري فيه. فمعناها قديش عم بياثر الشعور اللي انا عم حسه على جسدي، هي مبدئيا. فنحن ليش عم اقول لك انا ابعد او اقرب من انه الوقايه الفكريه، يعني خليني انا قبل لما عملت بحث وعم بقرا بهي المواضيع اللي بتعرفي انه انت هي اخيرا بيصير، هو بعدين بعد تراكم قصص معينه بيصير موضوع الكانسر مثلا او السرطان. شو اللي عم بيخليه ينشا، شو اللي عم بيخليه يصير فكريا او شعوريا؟ اللي عم بيخليه يصير هلا اجمعت اغلب الدراسات اللي شفتها انه على موضوع شعور معين انت بتشعري تجاه المرض نفسه او تجاه اشياء اخرى مثل الخوف او يعني الانفعالات اللي بمر فيها الانسان على مدى طويل، خليني اقول يعني فتره زمنيه بمر فيها بانفعالات معينه مثل كبت، غضب، حقد، كره، حزن. هي الصدمات ولفتره طويله من عمره بيضل عايشة، فبيضل شعوره فيه خوف، وأكثر واحدة منهم هي الخوف. الخوف من شو؟ من أي شيء، بس الخوف اللي هو بأقصى درجاته. يعني أنا عندي خوف، وأحيانا بيكون الخوف ما له علاقة نهائيا بارتباطه بأنه أنا خفت من قصة معينة أم صار معي، لا يعني مو من حدث معين، هذا الخوف معين. صار خوف حياة يعني يومية ملازمة. أنا قريت قصة لست كان معها كانسر وصار عندها شفاء، بتحكي قصة حياتها بهذا الكتاب. فاللي بده توصله هي كانت خايفة دائما من فقدان الأب والأم عندها. فأنا بس بدي وصل فكرة الخوف من شو؟ من أي شيء، مو من شيء محدد بحد ذاته. يعني فكانت خايفة دائما، وكمان كانت تخاف من انه يكون انفصال ابوها وامها مثلا بسببها. كانت تخاف تضل كابتة، فتخاف من انه انا ابي يزعل او يروح او يتركنا بسببي. فكان في خوف 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 وتراكم. حتى لما تزوجت كان عندها دائما في خوف من الفقدان. فصار معها الكانسر، بعدين قصتها انه هي طابت منه. فمبدئيا بدنا نعرف بس اهم شيء انه احنا قبل ما نروح للكشف اصلا يكون عندنا هذا الوعي انه انا بدي اروح اعمل كشف بشكل دوري معي او ما معي. لازم اعرف الاسباب الاوليه له، الاسباب النفسيه، ومن الصغر بتكون انه انا بدايه عندي خوف. طب انا شو اللي بدي اتصرفه لما بكون انا بكتشف اليوم انه انا مثلا عندي بنتي عم بتخاف كثير او بسبب او لسبب؟ بلش وعيه لمصادر انه ليش ناقش الخوف اللي انا خايفه منه، ليش انا خايفه، شو الشيء اللي بخليني خاف، شو اوضح له ونور لانه لا هذا السبب ممكن. يعني في اشخاص في تفاوت بينهم بالخوف من شيء معين، انا بخاف كثير انت بتخافي اقل. انا فبطلع مع البنت او الست يعني اللي عندها هي الخوف، بطلع فيه بمصدر الخوف، بخليها تواجهه انه شو انت من شو خايفه، خايفه من كذا، خلينا نشوف هالكذا نواجهه، لانه دائما الخوف ما بيروح الا حتى نحن نواجهه. فمبدئيا بدنا نضوي على فكره انه نحن شعورنا مشاعرنا ندير بالنا عليها من قبل بكثير من موضوع، لانه دائما الاذى النفسي هو اللي بسبب الاسى بالضبط. الجسدي مو بس بالسرطان، يمكن بكثير من الامراض، امراض القلب، امراض الشرايين،
مدمنين أمراض الدماغ هي كلياتها أسباب نفسية وبتكون على صغر. اليوم بدنا نحكي شوي بما أن حضرتك خبيرة وعي أنثوي على العلاقة بين الحس الأنثوي عند المرأة بسرطان الثدي. قديش هي المرأة لازم تكون متصالحة مع جسدها بداية وتعرف أنه هذا شيء أساسي من بحياتها وهي لازم تدير بالها عليه؟ هلا شوفي، التصالح مع الذات مو بس بهي القصه بالذات، التصالح مع الذات معروف انه انا لازم على كل مستويات حياتي، يعني بس منخصص منخصص بحاله الخجل اللي بتصير للانثى، قصدي بجسدها عند الانثى، مجرد عدم التقبل اصلا للذات، عدم التقبل للجسد، بيسبب لها عدم قبول خارجي، يعني من برا بيصير انا ماني قبلاني حالي، فمن برا ما بلاقي قبول اوريدي، فبتزداد الحاله، بتصير عنا بزياده. تمام، نحن هون شو بنعمل؟ بنعمل عنده وعي بانه بتقبل الذات. تقبل الذات ما بيصير بكلمه انه انت قبلي حالك، انه انت لا، بنبلش فيها بمراحل، انه نحن اول شيء عندنا ليصير عندي تقدير وتقبل ذات، بنبلش بحب الذات اول شيء مبدئيا. انا احب نفسي، كثير مشاكل بصير عندي موضوع استشارات، كثير مشاكل لما بتصير بتحكي معي الست، بتحكي جذر المشكله بيكون بانه هي ما عندها حب لنفسها، يعني هي حاكية ما بيحبوني البيت حماية، ما بيحبوني رفقاتي، ما بيحبوني، دائما بكتشف انه انا بتنتهي القصة معي او بيصير الخلاف معي بسبب انه هن ما بيحبوني. طب ليش ما بيحبوني؟ ليش كذا؟ بناخذ وبنعطي بالموضوع، بتكتشف بانه اول نقطة عندها هي ما انا حابة حالها. انا بتبلش بتقلي طب انا كيف بدي احب حالي؟ لما ببلش انا اخذ واعطي معها بتكتشف انه ايه مزبوط، بس انا كيف بدي احب حالي؟ انا رح اختصر كثير الموضوع بقصة بسيطة. دائما الست عندها حس الأمومة حتى لو كانت مانا متزوجة، عندها هذا الشعور، فحس الأمومة هون بيساعدها على أنه أنت لا تحبي نفسك، اعتبري عندك طفلة وهي أنت، يعني تمام، هي الطفلة أنت كيف بتقبليها وكيف بتسامحيها وكيف تديري بالك عليها وكيف إذا وقعت بتساعديها وكيف إذا غلطت بتتجاوزي عنها، وكل هاي الأمور اعتبري أنت طفلة صغيرة وعم تديري بقى حبك لهي الطفلة الصغيرة هو نفسه حبك لنفسك. بس أنا فكرتي كانت ريم، مو هي فكرتي، كانت عم بحكي أنه الإمرأة بما أننا بنحكي عن سرطان الثدي دائما بيكون عندها خجل من موضوع أنه هي تروح تكشف عن موضوع الثدي، هذا قصدي تروح هذا هي فكرتي كانت. طبعاً. فكيف الإمرأة فيها تتقبل لنفسها يعني تكون هي متصالحة مع وجود هي وجود جسدها بحياتها؟ هي كانت الفكرة انه وجود جسدها، انه انت قصدك انه هي انا خجلانة روح اكشف، بس لمجرد انه انا بدي اكشف عن صدري قدام حدا وصور، هي الفكرة تماما يعني. هي تمام. لا هي شوفي، هلا هي طبعا تتفاوت، هي التقبل قصدي انه هي امرأة وهذا الشيء جزء من جسدها ولازم يمكن تدير بالها عليه. بدي قيس انا هون، بدي ارفع عندها وعي انه انا بدي قديش في مخاطر من انه انا ما اتجرأ هي الجرأة وما يكون عندي هذا الجرأة، قديش في بدي يكون في مخاطر عندك، يعني انا مجرد اني انا ما اروح وما اقبل اني انا اصور او ما اقبل اني انا اكشف، ممكن بعد فترة اكتشف انه معي، بدك تفرجيها وترفعي عندها نسبة قديش في مخاطر من عدم هي الجرأة، بس يعني بس هي باختصار. وما في ست لما بتجي انت بتقولي لها انه انت قديش ممكن يكون عندك بعدين نتائج سلبية، راح يكون عندها هذا يردعها بالموضوع. ممكن حتى ميسان الخجل بموضوع انه هي تخسر احد الاعضاء الانثويه، يمكن انه هذا كمان شيء بياثر، انه بس الوعي على النتائج السلبيه قديش ممكن انت تخسري اشياء اذا انت ما وعيتي انه لا انا بدي اروح وبدي اعمل شو ما كانت. انا الخجل هون شوفي بتتجاوز الست لما بتناقشي بهذا الموضوع، مثل ما تفضلت الاستاذه انه انا ممكن اخسر عضو من اعضائي او ممكن كذا، فهذا الموضوع مباشره الست الخجل هون بتكسره فورا. اذا بدنا نحكي اليوم عن مواجهه كل المخاوف، قد ايه مهم اليوم انه كل سيدة يكون عندها كم كبير من الثقة بالنفس والشجاعة لأنه تواجه كل هي المخاوف إذا كانت حقيقية فعلا أو أنه كانت مجرد شكوك؟ شوفي شو شعور الإنسان؟ هلأ نحن دائما بنقول لما بيجيبوا سيرة الكانسر مثلا أو السرطان هذاك المرض ما بيجيبوا، مو بس السيدات حتى الرجال، بس نحن بما أننا عم نحكي عن سيدات، الخوف من مجرد ذكره لا أنا بتقبل، يعني أنا كيف شوفي تفاعل مع أمر ما أو مع فكرة ما، يعني أنا عدم التفاعل يعني أنا بعطيها شعور، عدم التفاعل أنا ما بعطيه شعور أبدا عادي، ومرض موجود ممكن أنا أسمع عنه أو شوف هاي الحالة أو ممكن يصير معي أو مع أي حدا تاني، تمام، هو مرض، بس فكرة القبول لأنه في ناس ما بدها تسمع، أنا ما بدي أسمع اسمه، أنا ما بدي ينذكر قدامي، هدول بالذات
نسبة اللي ممكن يصير معهم أكثر من الأشخاص اللي عادي بيسمعوا هو مرض بيصير مثل أي مرض بس تاني. يعني حقهم هي المخاوف، يعني نسبة وفيات كتير كبيرة تمام. ونسبة العلاج بأنواع معينة حكينا بالضبط. هلأ حكينا أنه من الأساس أنا شو اللي بيخوفني الستات اللي التقيت فيهم وكان معهم هذا المرض بالأساس، واحدة أنا بتذكر تماما حديثي معها قالت لي أنا من وأنا صغيرة بفكر وبخاف يصير معي فصار معها. عرفتي انت بتستدعي هي الامور من تفاعلك الشديد معها، هو تفاوت بين الاشخاص، انا كيف بفكر وانت كيف بتفكري وكيف بنشعر تجاه هذا الامر. يعني انا بحس انه بينحكى عنه بس ما بيخصني، ما لي علاقه تمام. مو مثل لما انا اذا حدا حكى هاي الكلمه انا دغري بلتفت له او دغري بفكر فيه او بخاف منه او بنام بفكر فيه وبفكر فيه. هذا الموضوع انت عم تستدعي لعندك، عم تقولي له تعال مثل زيادة. طاقة الجذب يلي هي انت موجودة بحياتنا. ليش انت عم تفكري فيه وتركزي بالضبط، فانت بتجي بتستدعي لعندك، انت عم تجيبي. لهيك انا لازم يكون عندي وعي انه انا بقرأ عنه. بتعرفي كيف بواجهه؟ بجيب انا بقرأ عنه، بشوف الحالات اللي صار معها، بشوف كيف طابوا، بشوف كيف اشتغلوا، كيف تعاملوا، كيف كانت نفسياتهم، كيف كانت نفسيات الناس اللي حواليهم. بقرأ القصة مرة ومرتين وثلاثة، وبفتح افلام بتحكي عنه، بفتح افلام وثائقية بشوفه. لانه الخوف ليكي من اي شيء اذا ما واجهتي، مثل فيلم الرعب. فيلم الرعب لما بيكون الشخص اللي عم يعمل اي قصة او جريمة او كذا مخبى، انت بتضلي خايفة وبلحظة هيك بتنقزي متى ما شفتي وش لوش خلاص، حتى لو تكرر المشهد. فأنتي بدك تواجهي. أنا واجهه، يعني أنا واجهه كيف؟ بقرأ عنه، بفتح حديث بناقش فيه، بسمع الأطباء شو عم يحكوا عنه. في ناس عم لك ما مستعدة تقول اسمه. لهيك هدول أكتر خوف وأكتر عرضة للإصابة فيه. طيب في حال أنه أي امرأة راحت وعملت كشف وعرفت أنه هي عندها تمام. هذا الموضوع هون يمكن منفوت بمرحلة جديدة غير المرحلة العلاج اللي بيتبع أي مريض بكل أصنافه وأنواعه. في عنا هون العلاج النفسي أو المرحلة النفسية، بيكون دور للمحيط قبل للشخص بنفسه انه هو يدير باله على حاله نفسيا. يعني كيف لازم التعامل مع هالموضوع بصير؟ هلا هي مراحل القصه. اول قصه في ناس بيكون عندها صدمه الفكره فما بتقبلها، بتقول لك لا انا ما معي، وهدول اصعب شوي التعامل معهم. انه انت كيف بدك تقنعيه انه لا معك اذا هو مو قبلان؟ فنحن بنقول له يعني كلمتين، انه اذا مو انت عم تقولي المحيط، اول شيء هو بده يعرف او هي بدها تعرف انه انت الشفاء بايدك. الشفاء الناس والنسب اللي الناس اللي تشافت منه كان بايدها هي. اكيد المحيط له دور وكبير، بس انا دوري اكثر بكثير منهم. اول شيء بدي اعرف هذا الموضوع. بدنا نتجاوز مرحله انه هي تقبل. في ناس قلت لك ما بتقبل، بتتعامل مع الواقع انه لا انا ما معي، انا ما معي. هي بتروح لنا فتره كثير مهمه وكثير اساسيه بانه انا بدي بلش اشتغل نفسيا على هذا الموضوع. فاول شيء انا بقبل موضوع التقبل لوجود هذا المرض عندي. انكاره بيزيد مثل ما حكيت بالسوء. فتقبل المرض مبدئيا، وكيف التعامل معه مثل ما قلت لك. بحاول طبعا الناس المحيطه كثير لها دور، بتبلش يعني نحكي عنه عادي ولا كانه انا عم بحكي عن شيء موضوع. بشوف كان مراحل العلاج مثلا النفسي مثل ما حكيت. اول شيء التقبل، ما بفوت بحاله حداد وما بفوت بحاله خليني اقول انه انكار ولا دغري. انا بروح كل ما كنت اقرب لمرحله التقبل كل ما كان التشافي عندي اسرع، كل ما كان الكشف المبكر اسرع. وهي معروفه نسبه كثير اكثر من، يمكن انا قريت 88% عم بيصير في شفاء تام لما بتكون الكشف مبكر جدا. فنحن موضوع التوعيه للكشف وموضوع انه نحن والله انا خجلانه روح اكشف، قديش في انت هي النسبه، قديش في نسبه لما انا بروح بكتشف هذا الموضوع وببلش بعلاجه بشكل سريع. فانا مثل ما قلت لك أول مرحلة وأهم مرحلة أساسية عندي موضوع تقبل وجود المرض والتعامل معه بشكل مثله مثل الرشح تمام؟ اليوم كثير من السيدات يمكن كانوا بهي التجربة الصعبة، البعض منهم كان يمكن على قوي كثير قدر يواجه وقدر انه يفوت بمرحلة الشفاء ويرجع لحياته الطبيعية بكافة مناحيها، البعض الآخر يمكن كان أضعف. قد ايه مهم اليوم نستفيد من هي التجارب ونعممها تكون نماذج حية موجودة قدامنا؟ طبعا مثل ما حكيت من شوي انه انا كيف بدي واجه موضوع الخوف، هدول السيدات انا قابلت منهم كذا حدا وفي ثلاثة تقريبا هنا صديقات مقربات بالنسبة إلي، بتقلي نفس كلامي اللي أنا عم بحكي لك إياه. بتقلي أنا ما شعرت إنه معي، مو ما شعرت نكرت وجوده. قالت إنه أنا حاسة بجسدي في صحة، حاسة إنه أنا ما عم بقدر حس. وهون في فرق، مو ما عم بقبل وجود المرض، أنا ما عم حس إنه معي.
أصلاً. هذا الموضوع لحاله، هي الجملة لحالها ساعدتها أنه هي تصير عندها شفاء كامل. فهون التفاعل مع وجود المرض أو عدم وجوده كتير مهم. يعني أنا عم خاف، عم يوقع قلبي، عم فكر بالموت، عم فكر شو حيصير معي، ولا عم فكر بهي المرحلة اللي أنا فيها أنه أنا بدي طيب ولا لا. القوة عندك هون بيعيش المرحلة مو بتجاوزها. يعني أنا بتجاوزها بحالة واحدة، بأنا أنا عم شوف حالي كيف أنا عايشة وطبط وأموري تمام. أما أنا أتجاوزها لفكر بالموت ومين بده يدير باله على أولادي ومين ومين، هون أنتي مثل ما حكينا حالة استدعاء. فنكون واعيين إنه نحن نعيش المرحلة مثل ما هي ونعطيها حقها. يعني أنا حيط نفسي، وهي كتير مهمة كتير مهمة، حيط نفسي بالناس اللي بتساعدني وبترفعني ما بتنزلني، بتساعدني وبتخليني اضحك ما بتبكيني. وفي حاله انا قريت عنها سيده صار كان معها اكتشفت هذا الموضوع، قالت انه انا تقبلت الوضع، يعني انا شو ممكن بعد ما بكيت واو الى اخره. فقالت انا حطيت افلام بالضحك لمده 14 يوم ليل نهار، قاعده عم تحطت زوجها وقعدت عم يحطوا افلام وطابت، طلعت تماما من الحاله هديك. ونحن عندنا الشعور كل ما كان متدني كل ما بيجيب شبيهه يعني. صحيح. فلازم ارفع الشعور. يعني حكيتي بالبدايه اول شيء حكيتي عن الخوف وحكيتي عن المشاعر النفسيه اللي هي فعلا بتدمر الانسان طبعا. لانه الخوف او اي مشاعر حزن هي بتؤدي بالنهايه الى موضوع الاكتئاب يلي اكتشفوا حديثا بانه هو مسؤول عن 3/4 الامراض الموجوده واللي نحن عم نعيشها بفترتنا الحاليه. فهون الوقايه النفسيه هي خير من قنطره. لا غير هيك بدي اقول لك شغله كمان، في نمط من الشخصيات، النمط من الشخصيات اللي هذول كمان بيكونوا اكثر عرضه خليني لك لهذا المرض، هن الشخصيات اللي عندها كبت، اللي عنده شعور معين بس ما عم تقدر تعبر عنه ولفترات طويلة من الزمن. هدول الأشخاص اللي عندهم كبت كتير كتير ضروري إنه نحنا نساعدهم بشو، بالتفريغ، بيقولوا له تفريغ الانفعالي. بالذات أنا كبت، أنا عندي كبت سنين طويلة، كبت ما في عندي، سواء الأسباب من برا أو هو الشخص نفسه شخص ما بيعرف يعبر وما بيقدر يعبر. أنا عندي شعور سواء بالحب أو بالكره بس ما عم بقدر أعبر عنه، ما عم بعرف أعبر عنه. هدول بيقول لك هدول الأشخاص أكثر عرضة لهذا المرض. فأول كانت مراحل، بتذكر أول كانت مراحل العلاج كان في شيء اسمه تفريغ انفعالي، إنه نحن نبلش نفرغ. كتبي من 10 سنين، من 15 سنة أنا صار معي كذا وكذا وكذا. في أشخاص بتضل عدم القبول عنده إنه تحكي، فبنروح معها للكتابة إنه تكتبي أنت، هذا اسمه تفريغ انفعالي للأشياء كلها. صار معي موقف ما حكيت عنه، بلعته، نحن بنقول خلص بلعته للقصة. غلط، إنه أنا شو بلعته، وين راح؟ طيب شعور موجود، بدليل إنه نحن لما بيجي بعد فترة شعور بيشبهه أو موقف بيشبه الشعور اللي عشناه بيصير انفعالنا أعلى. ليش؟ لأنه هو تراكم شعور قديم، شعور قديم موجود نحن مفكره راح، هو ما بيروح، طالما موجود موجود. إجا شعور تاني أو موقف تاني بيذكرنا وبيلمس نفس الزرع عنا، فشو بنعمل؟ بيستدعي هداك الشعور القديم، فبتطلع الفكرة أو بتطلع ردة الفعل أعلى بكتير. تمام. لهيك ندير بالنا على المشاعر أكيد. أهم شيء يعني دايما مثل ما قلتي ندير بالنا على مشاعرنا وعلى حياتنا وعلى حياتنا النفسيه والجسديه. نشكرك كثير من المعلومات اللي اعطيتينا اياها لليوم حبيبتي. شكرا كثير. شكرا لك، واكيد نتمنى يكون كل النساء بصحه وسلامه وبعيدين عن هذا المرض. شكرا لك حبيبتي. اما هلا مشاهدينا فاكيد صار الوقت حتى ننتقل الى غرفه الاخبار للاطلاع على اخر واهم المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه والمحليه مع زميلتنا سفانا. صباح الخير. يسعد صباحك فرح، صباح الخير لميسان، صباح الخير لضيفتكم وكل مشاهدينا عبر شاشة الإخبارية السورية. آخر التطورات بعد الفاصل. أهلا بكم. بالتزامن مع بدء مجموعات قسد المنحلة بالانسحاب من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا تنفيذا لبنود سوتشي، أفاد مراسل الإخبارية بأن قوات حرس الحدود في الجيش العربي السوري وسعت انتشارها على الحدود السورية التركية من القامشلي باتجاه الغرب على محور يمتد بحوالي 90 كيلومترا، هذا وتتابع الانتشار حتى ناحية رأس العين. The cat sat on the mat.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغن أن الإرهابيين يحضرون لاستفزاز كيميائي جديد في محافظة إدلب. ونقلت وكالة سبوتنيك عن شولغن قوله للصحفيين: يتحضر الإرهابيون في إدلب لاستفزاز كيميائي جديد، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولات الإرهابيين والدول الداعمة لهم إرسال فريق تحقيق في الأمر يتهم روسيا وسوريا بالمسؤولية عن ذلك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصفية متزعم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي صانع الاستخبارات الأمريكية، مشيرا إلى أن التعرف على هويته تم من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد عملية أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا. ولفت ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى أن الإرهابي البغدادي قتل مع عدد كبير من أنصاره خلال عملية للقوات الأمريكية، متوجها بالشكر لعدة دول قال إنها ساعدت في تنفيذ المهمة، من بينها روسيا التي فتحت المجال الجوي لتنفيذ الغارة رغم أنها لم تعرف طبيعة المهمة الأمريكية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأجبرت الفلسطينيين على إغلاق محلهم التجارية وفرضت حظر تجوال. وتتعرض البلدة منذ نحو 4 أشهر لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال في محاولة لتهجير الفلسطينيين منها وتهويدها. في الأرجنتين فاز مرشح اليسار ألبرتو فرنانديز بانتخابات الرئاسة متفوقا على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهي ولايته مارسيو ماكري. وفاز فرنانديز من الجولة الأولى بحصوله على 47.79% من الأصوات، بينما حصل ماكري على 40.71% بعد إحصاء 90% من الأصوات. كان هذا كل جديد حتى هذه اللحظة. عودة لزملاء بصباحنا غير فرح ومسان، يسعد صباحكم عن جديد. شكرا لك زميلتنا صفانة، وأكيد بنرجع لآخر فقرة من برنامجنا لليوم، فقرة جدا مهمة ميسان. طبعا يعني هي بتهم كل الأمهات، خلينا نقول الأب والأم بس الأم أكثر، وخصيصا مع بداية المدرسة ومو بداية صرنا بالمذاكرات تقريبا. العلم هو أسمى الغايات وأهمها، دائما بيطمح الأهالي على اختلاف أعمارهم إلى بناء أبنائهم بناء ناجح، يكون العلم أحد أهم ركائزه ودافعية التعلم يلي بتولد مع الطفل هي من أهمها. وبيسعى الآباء والأمهات إلى زرع بنفوس أطفالهم وللتغلب على جميع ما يتعرضون من صعوبات. هلأ رح نحكي عن دافعية التعلم وأهمية الأنشطة، أهم الأنشطة يلي تقدر تساعد الأهل عليها عند الأهل وأيضا بالمعلمين مع أخصائية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك رندا، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير رندا. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم، هي دافعية التعلم يلي ممكن تخلق مع الطفل وتكون عالية جدا، أو ممكن الأهل والوسط المحيط غير. خلينا بالبداية نعرف شو هي دافعية التعلم. الدافعية هي خليني أقول لك القدرة أو الإمكانية أو الشيء اللي بيحفزني لأنا دائما أسعى لأنجز مهمة معينة أو أكسب شيء معين، قد ما كان صعب وقد ما كان بيحتاج لجهود ووقت. فهي القدرة لأني أنا أقدر حقق هذا النجاح أو الإنتاج أو الشيء اللي بيحفزني لأني أعمله، هو الدافع اللي أنا بيدفعني، اسمه دافع لأنه هو دائما شيء ممكن يكون داخلي، شعور داخلي ممكن خارجي بيدفعني لأني دائما أسعى لحقق مكاسب معينة. هلأ هون بتختلف كيف ممكن تكون الدافعية إيجابية ممكن وكيف ممكن تكون سلبية. احيانا بيقولوا لك شويه غيره هي دافع جيد لتحقيق النجاح، احيانا بيقولوا لك دافع بسيط لانه الواحد يكون عنده حب تملك بشيء باشياء بسيطه او تقديره لنفسه.
فهذا كله بيعطيني دافع لحقق إنجازات. ونحن دائما الحياة هي تعلم، فنحن دائما منصب كل اهتمامنا بموضوع التعلم اللي من أساسه بتنفتح أبواب الحياة الثانية. طب هذا بس سؤال، الدافعية بتكون بتخلق مع الناس؟ يعني منقول في أطفال أنه هنا أشخاص بيحبوا يتعلموا، عندهم هذا الدافع أنه هن يكتشفوا يعرفوا أكثر، وفي أشخاص ما كسولين. تماما كسولين يعني فكرة التعلم بالنسبة لهم كتير صعبة، فهو في بتخلق عند بعض الأطفال أنه أطفال عن جد في عندهم هذا الدافع، أطفال ما عندهم يا كليا. هلأ الدافع موجود بكل شخص وبكل كائن حي من أول ما بيخلق لحد ما يموت. الدوافع هي ثلاث أنواع، أو بدها تكون فيزيولوجية، طبيعة الفطرة اللي خلينا نقول الفطرة الموجودة عند الكائنات البشرية، ممكن تكون خارجية اللي نحن المحيط شو بيقدم لنا يخلي يكون عنا دافع، وداخلية اللي الأغلب بيكون في تربة أساسية بالشخص واللي بيدعمها دائما المسيرات الخارجية والناس المحيطة فينا والمجتمع. كيف أول شيء لما بيخلق الطفل فهو عنده دافع لأنه يأكل، دافع يكون مرتاح، دافع ليكون جنب أشخاص بيريحوا اللي هي أهم شيء مامته. فهذا الدافع الفطري اللي موجود عنا نحن منه منبلش كأطفال نحولهم يا ليكون دافع بيبدأ خارجي بعدين بيصير دافع داخلي. دائما أنا بقول للماميات علموا أطفالكم يبلشوا يحاوروا حالهم، هنن يتبطبوا على حالهم، هنن يعطوا الحوافز لحالهم بطريقة شو بيحكوا مع نفسهم. فهذا هذا هو الدافع اللي أنا بنقله من خارجي لداخلي. حأعطيك هيك مثال بسيط، دائما الماميات بتقلي إنه أعطي أمثلة تكون شوي قريبة من حياتهم. مثلا أنا عندي طفل بدي أعلمه يمشي، ما حنقرب على الدرس، فأول شيء هو عنده دافع الخوف اللي هو حيخاف، هذا حيمنعه حول أنه أنا كأن ابني جبان ما بيقدر يمشي، بيخاف، ضعيف، جسمه ضعيف، جسمه ضعيف، فأنا بحط أوكي جسمه ضعيف، فأنا بعمل له شوية تمارين، بلعبه ألعاب معينة لتقوى عضلة رجله، بساعده. هاي المساعدة هي الدافع اللي حتعطيه الأمان وحتنقل له بدافع خارجي اللي انا عم شجعه وعم بقول له برافو، ممكن عم بعطي معزز بونبون ولا اكله اي شيء هو بيحبه او لعبه بيحبها، هذا الدافع الخارجي اللي انا بزرعه فيه. بعدين لما انا تركته بمكان امن هو قدران يكتشف المكان حواليه انه هو امن، بيقدر يقوم يوقف لحاله ولو وقع ما رح ينأذى، فحيقدر هو يكون عنده هذا الدافع الداخلي ويبلش بشكل تلقائي يجرب يوقف. نفس الشيء بننقل على العلم، نفس الشيء بننقل على حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، على شعورنا بالإنجاز. نحن كلنا بنسعى لنطور حالنا، بنسعى لمكاسب جديدة بحياتنا إيجابية، كلها هي أساسها دافع المجتمع اللي حوالينا على شو بيدفعنا. الشخص الفاسد لما يكون بمجتمع أو بوسط فاسد فهو حيدفعه لأشياء فاسدة لأن هي اللي حتعطيه المعزز يتميز بيناتهم، ونفس الشيء الشخص الناجح واللي قاعد ببيئة ناجحة. نعم. تماما. رندا، من أي عمر نحن نقدر نكتشف مستوى هي الدافعية الموجودة عند الأطفال؟ أنه أنا ابني دافعيته للتعلم جدا عالية، بعض الأهل بيشوفوا أنه لا متدنية بحاجة لتشجيع وتحفيز. هلأ هون ما في شخص ما عنده دافع، ولكن كيف علاقة الأم بطفلة لما بتعوده يكون طفل اعتمادي فأكيد رح ينخفض الدافع عنده. كيف يعني اعتمادي؟ يعني أنا لسه ما بيبكي شوي فأنا حأحمله، لسه ما بي... طبعاً الأم أكثر شخص بيقدر يميز طفلة أنه هو غنج عم بيبكي ولا هو بحاجة. تعبان ولا بحاجة لا. شولاد بيبكوا بدون ولا دمعة. تمام. أكثر شيء بتكون. تماماً أنه شوفوني أنا بكاء موجود. شرير هذا. تماماً. فأنا لما بيكون في هيك بكاء شرير معلش بعطيه لعبة يكتشفها. المرحلة الذهبية اللي أنا بشوفها بحكم خبرتي هي مرحلة الاكتشاف عند الطفل لما ببلش بده يبلش يمشي، يبلش يسحف، يبلش يمسك الأشياء. دائما مامته نكوش بالغراء دائما مامته بتشتكي إنه بضل بي نكوش لي بالأشياء،
بقى هاي الفترة هي هذا الدافع حب الاكتشاف. لما أنا ببلش أعطيه مواد بسيطة يكتشفها ما أكون كتير كيف أنا بدي يكون مثلاً، إلا أنه خلص تركي شوي على راحته، أنه إيه أنا ما بدي يتوسخ، هي أنا ما بدي يبل تيابه، إيه أنا بخاف يوقع. طيب أوكي حطيه ببيئة آمنة مرتاح فيها وتركيه أعطيه مساحة اكتشاف حرة له، حتى أعطيه هذا الحافز والدافع لبعدين يصير يكتشف. الاكتشاف ينتقل للكتب، الاكتشاف ينتقل للعلم وللثقافة، يصير هذا الدافع عنده يزيد بكل التفاصيل تماماً ونواجهه بطريقة إيجابية. هلأ في غلط بيكون دائماً بين مصطلح الدافعية والاندفاعية. الاندفاعية هو الاندفاع اللي أنا دائماً بسأل الطفل ليه ضربت رفيقك، بيقول ما بعرف حسيت ايدي لحالها راحت ضربته، فبنسمع نحن هيك وبنضحك انه هي عم بيحتال علينا. هو لا، فعلا هو لما بيسبق السلوك التفكير، حتى عند الكبار نحن بنشوفها، حتى عند المراهقين بنشوفها، بيكون شخص مندفع. اما الدافعيه هي الحافز اللي موجود عنا لنسعى دائما لنعمل اشياء بغض النظر سلبيه ولا ايجابيه، ولكن نحن اللي منوجهها من عمر مبكر لحتى ناخذ نتائجها بالمراهقة وبعدين منريح هذا الطفل اللي صار شاب وصار شخص راشد. يعني هلا عم تقولي دائما انه الدافعية موجودة عند الأشخاص، بس صدقا نحن منشوف أطفال أخين فينا نقول نفس التربية، نفس طريقة الأم كانت مع الأول مع الثاني، بنشوف انه في طفل كثير خصوصا بعمر صف اول ثاني، هي الاول ما بيفوتوا على المدرسه، بتشوفي انه في طفل كثير عنده حب لانه هو يتعلم، بينادي لامه انه بدي اكتب الوظيفه، بدي ادرس، تعي شوفي شو اخذت، وطفل ثاني بيشلف الكتاب ما له خلق ما عنده ما بيعني له. طيب وين هي الدافعية اللي هي موجودة عندهم إذا موجودة عند كل شخص، بس كيف هي يمكن ظهرت عند كل واحد بمنحة مختلف؟ تماماً. هلأ لقلك لما بدك ترجعي للتربية والتنشئة ولو توأم، وكل الدراسات بتثبت هذا الشيء دائماً، كل طفل في فروق فردية بيناتنا، كل طفل بيتميز عن تاني بشيء، فممكن هو يكون في عنده جاذبية اجتماعية معينة، فهو أخذ هذا الدافع اللي هو خصوصي بهاي المرحلة العمرية اللي هي مثل ما ذكرتي صف أول وثاني، هي منلاقيها بهاي الفترة ومنلاقيها بالمراهقة، فهو عنده أنه بده يكون مسلط الأضواء عليه هذا الدافع تبعه. هذاك الطفل شاف أنه درسه وقدرته وجلاته مثل ما بنقول على تحصيل العلم أو المسابرة وطريقة الدوافع الخارجية اللي عم تجي لما بتعزز له المس الإنجازه، لما مامته بتعزز له الإنجاز اللي بيعمله، فهاد حيكون لما هو بيشعر بالإنجاز أنه أنا أشطر واحد بالصف، فهون صار ميوله واستعداده لأنه يكون الدافع تبعه موجه ناحية العلم. أما الطفل الثاني فهو مثلا بيكون اجتماعيا ظريف، بيكون متحدث ظريف، محبوب له كاريزما معينة، بيقدر يعني هون في عندي درجة ذكاء متساوية، ولكن كل حدا منميها ومستفاد حظه بالمشاغبة تماما مستفاد منها بطريقة معينة. في عنا استعدادات انه نحن اميل لانه ناخذ المتعة والانجاز بدون اي جهد، فأنا بقدر دائما بيقولوا لك شغلة صعبة عطيها للكسول الذكي اللي هو بيلاقي لك أسرع طرق بدون ما يعذب حالك. يعني خلينا نقول رندا التشجيع هو أول بنت احنا بنقدر نشتغل عليه لحتى ننمي هي القدرات والدفعية عند الأطفال. يعني أسئلتنا كتير جدا رندا، لكن الوقت للأسف خلص، رح نكمل أكيد بحلقات جاية. بنتمنى فعلا الأهل يكونوا على قدر هذا الوعي والمسؤولية لحتى ينموا هي الدافعية عند أطفالهم. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك رندا وللمعلومات اللي اعطيتيني اياها. فعلا لازم هون دور الاهل انه هن يستثمروا كل شيء موجود عند اطفالهم لحتى يوجهوها للطريق المناسب، وما يجوا يشكوا بفصل الشتاء وفصل الدراسي من اطفالهم انه هن ما عم يقدروا عليهم لحتى يدرسوا ويتعلموا. شكرا كثير لك رندا. يعني مع هذا الموضوع فرح بنكون وصلنا لختام برنامجنا الصباحي لليوم، انتقلنا بين عده مواضيع لكن كل
كلها بتصب يمكن بحياتنا اليومية يلي منقدر نستفيد منها. أكيد ميسان، نتمنى يكون الأمهات على وجه الخصوص تابعونا لليوم، سواء من هذا الشهر المميز الشهر الوردي اللي قربنا نحن نخلص، نكون فعلا قدرنا ننشر جزء من الوعي ونكون وكنا على قد المسؤولية ميسان. وأكيد بدنا نشكر كل حدا راسلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، قدم لنا كل حيث المواضيع يلي نتناولها كل يوم أو من الفقرات يلي بتحبوا إنه تكون موجودة ببرنامجنا. أي فكرة أو اقتراح أكيد رجعوا راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك، نتمنى نكون قدمنا لكم كل المتعة والفايدة. موعدنا يوميا 9 الصبح للإعادة الواحدة ليلا. أكيد ميسان بدي أتمنى لك بقية نهار جدا مميز. لك نهار مميز يا رب، ولك المشاهدين الإخبارية السورية، إلى اللقاء.